تتشوفوا اليوم انا جاي باش ناخذ الحقنه الثانيه ديالي على المدخل الخاص للتلقيح نتاع بدات كوفيد 19. تنشكر الأخت على هذا اللقاح اللي عطاتنا الآن، هذه الحقنة اللي عطاتني، تبارك الله عليك أختي، شكرا شكرا بزاف. بسم الله الرحمن الرحيم. اليوم كان تواجد في مستوصف باب القاري مسور ستينية، من بعد أن وصلتني الرسالة من 17-17 بأن ناخذ الحقنة الثانية ديالي، فالحمد لله زيت لهذا المستوصف هذا واستقبلنا أحسن استقبال، لقيت داكشي منظم، أحسن استقبال، النظام كلشي تيسقسيك تياخذ لاكارت ناسيونال ديالك تيفيريفي الرقم ديالك الاسم ديالك هادي وتيدخلك للقاعة فين غادي تاخذ الحقنة ديالك. ففعلا دخلت للقاعة وخديت الحقنة، تبارك الله على ديك الممرضة أنها صغبت لي الحقنة بتأني. ومن هذا المنبر هذا تنبغي نشكر صاحب الجلاله الملك محمد السادس اللي هو اللي مهتم بالشعب ديالو بزاف، بحيث ان كيفكروا فينا في بالليل وبالنهار. كنشوف ان الرقم 17-17 وصلتني بان خصني نجي الموعد ديالي، ولكن حتى المقدم تبارك الله عليه واخا ستو الان واحد خدام دابا بالنهار، ولكن حتى بالليل كيدوز عندنا وتيدق علينا وتيقول لنا خصكم تجيو باش ديروا الحقنه ديال هذا الاهتمام اللي مهتمين بنا تبارك الله عليهم، لا السلطات ولا كل شيء. فتنشكر الجميع وتنشكر كما قلت لك سيدنا اللي كان السباق باش يجيبوا لنا هذا التلقيح هذا، حنا من الدول الاولى اللي خدات التلقيح هذا. فتنشكر السلطات على راسهم السيد العامل عامل عماله مكناس، وتنشكر السيد باشا مسور الستينية والخليفه والقايد والسلطات كاملين للاعوان ولا القوات المساعده والامن اللي في الحقيقه وفروا لنا واحد المهمه اللي دزنا بخير، ما كاين لا مشاكل لا صداع لا حتى حاجه. فشكرا لهم بزاف. السلام عليكم. انا خرجت الان من المركز، خديت الحقنه ديالي مع هذا الاطار هذو الاطر الصحيه اللي مهتمه بينا، فتنشكرهم على هذه البوابه هذه، تنشكرهم الاطر الصحيه اللي قايمه بالواجب ديالها، لا من الطبيبه ولا من الممرضين ولا من الاعوان ولا من السلطه ولا من رجال القوات المساعده ولا الامن، كل شيء تبارك الله خدامين تحتنا الفرصه، دخلنا ما كاين لا صداع لا مشاكل لا والو، كتقبض النوبه ديالك تتعطي لاكارت تياخذ الاسم ديالك تيفيريفي واش هو والنمره ديال لاكارت ناسيونال ديالك وتيدوزك للقاعه. فخديت الامورات دازت بخير والحمد لله، هذه الحقنه الثانيه ديالي، فتنشكروا الجميع. شكرا الله.